إحنا محاضرتنا اليوم عن الريجنال أنستيزيا، وهيك بنكون خلصنا اللي هو آخر تشابتر في الأنستيزيا، تمام؟ خلص، كنت بدي أحكي عن موضوع الحضور والغياب، بعديها بطلت ما بديش أحكي لأنه على الفاضي شكله. بس أنتم بتطلب منكم يعني نساعدكم، وهذا بالمقابل بتقدموش إشي. يعني بتحبوا تحشروا الواحد بالزاوية دائما. حكيت هالمرة الماضية، بدي أرجع أحكي كمان مرة، ما راح أحكي، أنتوا اللي بناسبكم نساوا. طيب هلأ بالنسبة للمحاضرة تاعت الريجونال أنستيزيا راح نبلش فيها إن شاء الله. نحكي عن الريجونال أنستيزيا ديفينيشن، شو يعني ريجونال أنستيزيا، شو يعني، شو أنواع التايبس، وين بنعطي وين بنعطي، شو البينيفيت، شو الأدفانس إفكت، شو السايد إفكت، شو الديفرنسز بتوين إيتش تايب، وما إلى ذلك من هذه المعلومات. الديفينيشن، أنت أول شيء بدك تخدر منطقة، معناته هاي المنطقة بدك تعطي فيها اللوكال أنستيتكس اللي هم الليدوكاين أو وات إيفر. الفكرة في الديفينيشن، الديفينيشن بيحكي إنه اللوكال أنستيتك إز أبلايد أراوند أ بيريفرال نيرف، ماشي، ماس وين ات اني بوينت along ذا لينث اوف ذا نيرف. يعني من يوم ما يطلع النيرف من السباينال كورد، لانه من يوم ما يطلع النيرف من السباينال كورد، تمام، او حتى الليفل اوف سباينال كورد، لحد ما يوصل اللي هو التارجت اورجان. اذا اي وقت اي في اي محل في الطريق عملت له انتربشن، هذا المريض بس هذا المكان بصير فيه تخدير وما فيما وراء اللي هو الانجكشن. هو باختصار هو عبارة عن local anesthetic is applied around a peripheral nerve at any point along the length of the nerve to reduce or preventing the impulse transmission وبالتالي preventing the sensation والبين. هلا بدنا نعرف انه there is no CNS depression في هذا البروسيجر. هاي البيشنت بيكون واعي. الريجونال انستيتيك تكنيكس categorized as follow، بنقسمهم لقسمين بنسميهم نيورو اكزيال، واحد اللي هي هاي الان نيورو اكزيال، اثنين البريفرال نيرف. هلا في نيورو اكزيال بنقسم النيورو اكزيال لقسمين، نحكي انه في عندنا سباينال انستيزيا وفي عندنا ابيدورال انستيزيا والبريفرال نيرف بلوكيتس. مين اللي بنحكي؟ اذا تو تايبس، نيورو اكزيال وبريفرال نيرف. بعدين بنحط هلا وات داز ات دو، what purpose can they serve. هلا الريجونال انستيزيا احنا بايش بلزمنا، اللي هو شو بيساوي لما انت تعمل انجكشن للوكال انستيتيك؟ it will reduce the sensation, reduces the need for other form of anesthesia and analgesia depending on the type of the block and the type of the local anesthetic. يعني كل anesthetic agents في له duration of action onset، بتعرفوا اخذتوه، تمام. الفكرة في الموضوع انه الهدف تاعك لازم يتناسب مع اللوكال انستيتيك سيلكشن، تمام. هلا برضو احنا ممكن نستخدمه كبديل للجنرال انستيزيا او كمساعد للجنرال انستيزيا او تو ريليف البوست اوب بين، نعطيهم لوكال انستيزيا. هلا الوات بيربس كان ذي سيرف، ريديوس ذا اماونت اوف other anesthetics or completely eliminate the need for GA, reduce the amount of post-op pain especially on post-op day zero and beyond if catheter is used. لما نيجي نحكي عن الريجونال انستيزيا نحكي عن components، احنا على ايش بدنا او شو المكونات. اول شيء we should understand when and how a regional anesthesia can help، تمام. هاي واحد، اثنين patient selection، ثلاثة الإكويبمنت، إنه في بعض من الأحيان إحنا صرنا نستخدم الألترا ساوند مع هدول المرضى to locate the nerve and to avoid liver complications. Types of block types of blocks معنا اللي هو نيورو أكزيال بلوك اللي هو كان أنواع الريجونال أنستيزيا، والبريفرال نيرف بلوك. النيورو اكزيال يعني بنحكي بالمحوري او بالوسط، يعني بنحكي عن سباينال وابيدورال. بريفرال نيرف بلوك بنحكي انه في تو تايبس، ممكن نستخدم اشي اسمه سنجل شوت اس اس، معناتها سنجل شوت، وكاثيتر اللي هو انك تحط زي الكاثيتر، تمام، وتعمل فيه اللي هو ريبيتيتيف او ريبيتيتيف دوزنج او ريبيتد دوزنج من اللوكال انستيتيك ان ديفرنت تايم، تمام، to achieve اللي هو adequate analgesia. single shot انت بتعطي مرة واحدة اللوكال anesthetic على محل معين في النيرف، هذا الفرق بيناتهم.
فالسنجل شوت ممكن يكون برضه شورت اكتنج 3 تو 6 اور، او لونج اكتنج 8 تو 18 اورز، بناء على ايش؟ بناء على نوع اللي هو المادة اللي احنا بنستخدمها في المريض. ليش احنا بنفضل الريجنال انستيزيا كبديل للجي اي؟ ليش؟ لمرضى مثلا عندهم سيفير ام اي وسيفير مالتيبل كوموربيديتيز، وبتعرفوا انه هلا الريسك فور انستيزيا تمام از جريتر وين ات از وين ات از هيلد باي اللي هو الانستيتيك دراجز والانهاليشن والاندكشن، وانه تبد بيشنت اون كوما وتحط له تيو، هذول البيشنتس الريسك تاعهم اعلى. الريسك اوف انستيزيا از الكومبليكيشن تاعت الانستيزيا والانستيزيا ريليتد ايشوز is higher in patients اللي بصير فيهم اللي هو general anesthesia تخدير عام compared to the patients who are يعني undergoing اللي هو ال regional anesthesia. ليه؟ لأنه ما بصير في لا induction of coma، ولا إنك أنت تحط المريض تيوب ولا إيش، المريض بيضل واعي بتنفس نفسه. فإحنا بنلجأ للطريقة الثانية ال regional anesthesia لما يكون في ريسك كبير إن نخدر المريض general anesthesia especially in patients who having multiple comorbidities. تمام، أول إشي هلا، ثاني إشي to reduce the opioids. تمام، هلا بالنسبة للأوبيويدز to reduce the opioid needs، إحنا على حسب بعض العمليات في some operations تمام أو surgical techniques أو operations are very painful، وممكن البين تاعها يضل بعد العملية بفترة. فعشان هيك أنت ممكن to avoid اللي هو الأوبيويد overuse عشان تقلل من البيشنتس addiction، ما يصيرش البيشنت عنده addiction على أوبيويد معين. من هاي الطرق اللي احنا بنستخدمها انه نعطيه الريجنال انستيزا ويكون لونج اكتنج، فبيفيدنا في البوست اوبرتيف بين مانجمنت تو ريديوس البوست اوب نوزيا اند فوميتنج. بوست هاي بي او ان في بنسميها بوست اوبرتيف نوزيا اند فوميتنج. تمام، وهي مينلي بتكون ريليتد بتكون ريليتد للجنرال انستيزيا مور. تمام، اللي هي البوست اوبرتيف نوزيا او فوميتنج. اذا بتلاحظوا انه اي مريض ما عند عمليه بنحكي له انه انت تاكلش اول ساعتين 3 ساعات، وبلش شوي شوي وبعدين بتزيد باكلك اذا كان ما في كونترا انديكيشن طبعا للاكل والشرب. بس هذا الحكي بنحكي ان جنرال ليه، بدنا البيشنت يكون مصحصح، لانه في اول الساعات بعد التخدير بيكون في عندهم فيري هاي ريسك لنوزيا وفوميتنج. تمام، لانه الدراجز اللي اخذوها هم ايريتانتس او ممكن يعملوا تريجرينج في اللي هي في البوستريما اريا اللي بتتحكم في الكيمو تريجر زون اللي هي سي تي كيمو تريجر زون اللي هي سي تي از سي تي زد، هاي اللي هي بنسميها الكيمو تريجر زون. تمام، ومين اللي موجوده في البوستريما اريا في البرين. على هذول المناطق بصير لهم هم ستيميوليشن من الانستاتيك ميديكيشنز، فبزيد في عندهم الريسك للبوست اوبرتيف نوزيا وفوميتنج. عشان هيك البيشنتس اللي هم اندر جوينج ريجنال انستيزيا في عندهم سم سورت اوف نوزيا اند فوميتنج ريليتد تو ذا انجكشن. تمام، بس ان ليس سيفير فورم. هلا تو امبروف البين كنترول حكينا ليه، لانه الديوريشن بضل موجود، بينما الجنرال انستيزيا عيان ما صح البيشنت خلص كل الميديكيشن راحت من جسم الإنسان باعتبار يعني. تمام، و to facilitate readiness for discharge to home. يعني باختصار it improves اللي هو ال patient time to discharge to home. كل ما كان ال patient بيروح أقرب من المستشفى في وقت أقل من إجراء العملية، مش زي لما واحد يقعد في المستشفى شهر بعد العملية. بيقيسوها في ال cost effectiveness والدرجز اللي بنعطوا فيها وهاي الأمور. تمام، تايبس اوف ريجنال انستيزيا حكينا انه في عندنا نيورو اكزيال بلوك، عندنا البريفرال بلوك. بريفرال بلوك يعني مينلي بنحكي عن اور اكستريميتي بلوك لور اكستريميتي بلوك. تمام، هلا بنحكي عن النيرفز اللي ممكن نحكي عنهم بس مش ان ديتيل، بس ذكروا اسامي كل واحد شو بيعمل. نيورو اكزيال بلوك راح نحكي ان ديتيل لانه بهمكم، مينلي بنحكي سباينال وابيدورال انستيزيا. لما نيجي نحكي ظهر الإنسان من ورا في الميد اريا، خلينا نحكي في الميدل اوف ذا باك، في عنا السكن والسب كوتينيوس تيشو، في عنا اللي هو السوبرا سباينس ليجامنت، في عنا الانتر سباينس ليجامنت. تمام، وفي عنا الليجامنتم فلافم
وبالأخير في عنا الإبيدورال سبيس. إذا هون بتوجدوا هاي دول اللايرز اللي هو أربنتريتنج، أنت بتدخل بالنيدل من هون. في عنا سكان سب كوتينيوس تيشو سوبرا سباينس ليجامنت انتر سباينس ليجامنت بتوين الفيرتبراز، تمام. بعديها الليجامنتوم فلافم. هلا بعديها بتروح الريزيستنس، هون بندخل على الإبيدورال سبيس. شايفين هذا الخط اللي هون الغامق شوي؟ هذا بنسميه اللي هو الدورا ماتر. هلا وراها او تحتها الدورا والاركنويد مع بعض بيعملوا لنا لير اقراب على بعض. بعديها في عنا السب اركنويد، بعديها السباينال كورد. هلا في الابيدورا الانستيزيا، في الابي دورا الانستيزيا، يعني احنا برا الدورا ما بصير there is no puncture to the dura. في السباينال انستيزيا انا بفتح على الدورا وعلى الاركنويد وبفوت على السب اركنويد سبيس، تمام. هاي الفرق بينات الابيدورال والسباينال انستيزيا. سباينال انستيزيا كمان ممكن نحكي لها اللي هي سب اراكنويد بلوك اس اي بي، تمام. هلا هون الرول اوف ابيدورال انستيزيا ان سيرجري، كم تعرفوا انه احنا بين السيرفايكال ما بنستخدمها فور اوبريشن. اول شيء ديفيكالت وفيري فيري هاي ريسك فور كوادربليجيك وفيري مور كومبليكيشنز، والانجلز بتوين الفيرتبراز ار سمول، فعشان هيك هم مش فيت انك انت تقعد تخدر بالمريض على السيرفايكال ريجن. خلينا نحكي عن الثوراسيك وعن اللامبر. هلا مين للثوراسيك؟ في عندنا 12 ثوراسيك فيرتبرا، احنا قسمناهم 4 4 4، الابر 4 الميدل 4 اللور 4. كل اريا وين انت بتعطي الانستيزيا، طبعا بتعرفوا في نيرفز بتطلع بتغطي مناطق معينه. هلا هدول النيرفز لما تطلع وتغطي مناطق معينه وين بصير فيها تخدير؟ وين بصير فيها تخدير؟ راح تغذي، راح يصير تخدير في منطقة معينة، مثلا الأبر فور فيرتبرا ثوراسيك سيرجري. ليه؟ لما نيجي بدنا نشتغل المريض على صدر المريض نعمل ثوراكوتومي، نعمل بيكتس ريبير. بيكتس ريبير هو نيم اوف ديفورميتي مينلي موجود في اللي هو الاسترنم اللي هي عظمة القص، وممكن يكون ان تو فورمز. في عندنا بيكتس كارينيتم وبيكتس اكسكافيتم. شوفوا الفرق بيناتهم على الانترنت، واحدة بتيجي زي كونفكس، واحدة بتيجي كونكيف، تمام. واحدة بتدخل لجوا العظمة تكون داخلة لجوا، واحدة العظمة بتكون طالعة لبرا عاملة بروتوبيرانس. شوفوها واطلعوا عليها، شوفوا الفرق بيناتها، تمام. ثوراسيك اورتيك انيوريزم، انه نعالج ثوراسيك اورتيك انيوريزم الريبير. هلا في الميدل فور ثوراسيك فيرتبرا او نحكي دورزال فيرتبرا نفس التسمية، احنا لما بدنا نشتغل ابر ابدومينال سيرجري، ابر ابدومينال سيرجري بنحكي امبلايكال اند اباف، تمام. هاي يعني الابر ابدومينال سيرجري مينلي بنشتغل على الاسوفيجس، على الستومك، على البنكرياس، وبنشتغل على الليفر اذا بدنا نعمل هيباتيك ريسكشن. اللور فور ثوراسيك فيرتبرا، تمام، مع شويه لمبر ممكن نحكي عن اللور ابدومينال سيرجري انكلودنج الانيوريزم الريبير. نشتغل على القولون او نشتغل على منطقه البرينيوم اللي هي الانال، والسكن اللي هو بتوين الانس او البيز اوف ذا سكروتم او اللي هو الفاجينا الفيميلز. هاي بس الامور لازم تكونوا aware of the names للارياز اللي احنا بنحكي عنهم، للاستراكشرز which is penetrated during اللي هو الابيدورال او السباينال انستيزيا. احنا بنحكي عن سكين سب كوتينيوس فاتا وتيشو سوبرا سباينس ليجامنت والانتر سباينس ليجامنتوم فلافوم. بعديها هاي اللاست لاير اذا انا بدي اعمل الابيدورال سبيس. اذا انا بدي اخش اعمل سباينال انستيزيا او السب اراكنويد انستيزيا كمان انذر نيم، فانا بحكي عن انه بنتريشن للدوره مع الاراكنويد مع بعض عشان اوصل على السب اراكنويد سبيس. هلا النيورو اكزيلي بلوك بدنا نحكي عن سباينال انستيزيا. هلا انت تعرف في الريجنال انستيزيا انت بدك تعطي لوكال انستيتك اللي هم الليدوكاين والبوبراكاين والميركاين والواتيفر، تمام. هدول الدراجز بدك تعطيهم عشان تو اتشيف الايفكت اللي انت بدك اياه اللي هو الانستيزيا. هلا ايه التكنيكس اللي مختلف؟ التكنيكس بمعنى اذا بدي اعطيه نيورو اكزيال بصير سباينال انستيزيا، اذا بدي اعطيه على نيرف بصير بريفرال نيرف بلوك، اذا بدي اعطيه في الابيدورال سبيس بصير ابيدورال انستيزيا.
فهاي نتفق عليها في الديفينيشن. في الديفينيشن it involves the injection of a low dose of local anesthetic solutions into the subarachnoid space at the level of the lumbar spine. تمام. هلا ال level of analgesia بيعتمد على multiple variables، يعني انت وين بدك تعطي الابره، وين بدك تعطي المريض الابره، الليفل تاعه وين راح ينتشر، لفوق لتحت، على ايش بيعتمد؟ بيعتمد على الباريسيتي. شو يعني باريسيتي؟ باريسيتي معناتها الدنسيتي، خلينا نحكي in relation to the CSF. In relation to what? In relation to the CSF. السوليوشن اللي انا بدي احقنه في السباينال انستيزيا او في الابيدورال انستيزيا، بدي اشوف الدنسيتي، السبيسيفيك جرافيتي او الباريسيتي، كلياتهم يعني سينونيمز in relation to the CSF. اي واحد. اثنين، هلا the position of the patient immediately after the injection، يعني انت حقنت المريض خليته ينام او خليته يوقف، على حسب شو التايب اوف انستيزيا اللي انت بدك اياه تو اتشيف. تمام. فالبوزيشن انه المريض يظل قاعد او يقوم او يوقف او يتحرك بيفرق في الليفل اوف انستيزيا، وبرضه قديش انت بتعطي دوز وفوليوم بيفرق. خلينا نحكي عن الباريسيتي. هلا لما نحكي عن الباريسيتي اوف لوكال انستيزيا او انستاتيكس، كيف بنحكي عن السوليوشنز؟ حكينا انه في عندنا هايبرتونيك، هايبوتونيك، وايزوتونيك سوليوشن. تمام. نفس الشيء in relation to the baricity with relation to the CSF، بنحكي انه الايزوباريك stays where you put it. تمام. يعني انت بتحط المحلول مثلا على level of L1، خلينا نحكي L3 L4. تمام. هلا لما بتعطي الايزوباريك سوليوشن، هسا بنحكي انه الدنسيتي بتاعته نفس الدنسيتي بتاعت السي اس اف، بضل محله، ما راح يطلع، ستاي وير يو بوت ات ان. تمام. هاي تعريف الايزوباريك. هلا كيف انا بدي اعمل ايزوباريك سوليوشن؟ تاخذ اللوكال انستاتيك وبتحط معها شويه نورمال سالاين، او يعني بتسحبها وذ النورمال سالاين، فبصير ايزوباريك. الهايبوباريك الدنسيتي تاعته اخف من الدنسيتي بتاعت اللي هو السي اس اف، فراح يطفو. فإذا أنت بتعطيه على L3 L4 ممكن يوصل L1 L2 L1 L2 L2 L1 وهكذا، يوصل T12 مثلا، يوصل التخدير لهذيك المناطق. هذا ليه؟ لأنك أنت أعطيت هايبوباريك سوليوشن، فمعناه it floats up، فهو lighter than the CSF. واللوكال anesthetic has a density or specificity or specific gravity that is less than the CSF. وكيف بنحافظ على هذا، او كيف بنقدر نوصل لهذا السوليوشن؟ انك انت تاخذ اللوكال انستاتيك مثلا ليدوكاين مع ستيريل ووتر. تمام. فبصير عندي هايبوباريك سوليوشن. الهايبرباريك نفس الحكي كليات، واللهم انه بنزل لتحت لانه هيفير ذان ذا سي اس اف. وكيف انا بحصل عليه؟ بحصل عليه لما يكون بخلطه مع ديكستروز. هلا الهايبوباريك والايزوباريك سباينال انستيزيا، تو ميك ا دراج هايبوباريك تو ذا سي اس اف ات ماست بي ليس دنس ذان ذا سي اس اف. لما يكون هايبوباريك بده يكون اقل من الدنسيتي، وبالتالي بدك تخلطه مع ستيريل ووتر. تمام. والعكس بالعكس، الهايبرباريك بدك تخلطه مع ديكستروز ووتر. لما نحكي على النيورو اكسيال بلوكيد ونحكي على سباينال انستيزيا، تمام، بدنا نعرف احنا قديش بدنا لما نعطي المريض الدواء، قديش بده لما قديش بده المريض لما يصير في عنده تخدير وانستيزيا. هلا هذا الحكي على ايش بيعتمد؟ كلك الانست والديوريشن اوف انالجيزيا ار برايمرلي ديترمايند باي ذا سبيسيفيك كاركترستكس اوف ذا لوكال انستيزيا ذات از يوزد. الفاريابيليتي ان ذا لينث اوف ذا انالجيزيا از ريليتد تو ذا ايش؟ تو ذا تايب اوف ذا دراج ذات يو ار جيفينج ذا بيشنت. مثلا 30 مينيت فور ليدوكاين اند اب تو 6 اورز ان ريليشن تو ذا تيتراكاين وذ ابينفرين. وقت احنا ممكن نستخدم السباينال انستيزيا. تمام. هلا السباينال انستيزيا احنا بنستخدمها لبيشنت، طبعا السباينال انستيزيا انك تعمل سب اركنويد بلوك. تمام. فحكينا انه مينلي لللور ابدومينال سيرجري، ومينلي بنحكي عن اللور هاف اوف ذا بادي، بنحكي عن اللور لمب، البلفس، الجينيتاليا، البرينيوم، الموست اند موست اوف ذا يورولوجيكال بروسيجرز، البروستات مش بروستات، انه تعمل سيستوسكوب، وات ايفر. تمام. These patients are fit for this kind of anesthesia، اللي هو regional anesthesia، اللي هو الindication، اللي هو spinal anesthesia.
can be used also for analgesia زي إحنا ما نعطي intrathecal opioid. حكينا عن الأوبيويد وشرحناه وحكينا شو يعني analgesia is to relieve the pain. هلا هدول البيشنتس اللي بصير في عندهم البيشنتس اللي بصير في عندهم اللي احنا بنعطيهم سباينال انستيزيا، وهلا زي ما انتم عارفين اي بروسيجر في لها كومبليكيشن، واي كومبليكيشن يو شود ديل وذ ات، بس ان اوردر تو ديل وذ ات يو شود نو اباوت ات، نو يعني خلينا نحكي طرف الخيط عشان تعرف تتعامل مع المريض. اول اشي هدول المرضى ممكن يصير عندهم هايبوتنشن، ليه؟ لانه بصير في عنا لوس اوف ذا سمبثاتيك تون اللي بيعمل لنا اللي بحافظ على التون تاع الفيسلز وبيخليها يعني لا هي فازو كونستريكتد ولا فازو دايليتد، بحافظ على تون معين ان اوردر تو اتشيف البلود بريشر. هدول المرضى بصير في عندهم سمباثوليتيك انديوست فازو دايليتيشن تمام او دايليشن، ات از مور سيفير ان ذا هايبوفوليميك بيشنتس. ليش؟ لانه اوريدي البيشنت عندهم هايبوفوليميا وبالتالي عندهم هايبوتنشن، وتيجي تقلل السمباثيتك اكتيفيتي كمان فبصير عندهم هايبوتنشن اكزاجيريتد ان اكزاجيريتد فاشن. هلا اور ذوز وذ بري اكزيستنج كارديك ديسفانكشن اللي بيكون عندهم هارت فيلير او بوم فيلير. الفكره في الموضوع هون انه يكون عندك مور ذان وان كوز فور هايبوتنشن فبيكون الهايبوتنشن سيفير. شو كيف بنعالج هدول المرضى؟ احنا بسوى انه هدول المرضى نفكر فيهم زي كانهم إيه، كيف لما حكينا عن النيوروجينيك شوك وحكينا عن هذول المرضى اللي بصير في عندهم خيب حكينا عن هذول المرضى اللي بصير في عندهم اللي هو النيوروجينيك شوك، حكينا انه بصير في عندهم لوس اوف سمباثيتيك تون، بصير عندهم فازو دايلاتيشن وبونينج اوف ذا بلود، بتلاحظوا المانجمنت تاعهم نفس الاشي. فهدول المرضى نعطيهم فاز اي في فلويد ريسوسيتيشن فازو بريسوز اند بوزيتيف اينوتروبيك اند كرونوتروبيك دراجز. اينوتروبيك تمام وكرونوتروبيك. Inotropic it improves the contractility of the heart. Chronotropic it improves the heart rate of the of the أو it increases the rate of the of the heart. هلا الليج elevation ترندلنبرج positioning تمام إنك تخلي المريض راسه لتحت وجريه لفوق. ترندلنبرج ليج elevation المريض يرفع جريه فوق مستوى جسمه. هلا حكينا إنه إذا كان المريض صار في عنده انجري على السباينال كود اذا كان فوق الليفل اوف تي 4 في عندنا مشكله. هذول المرضى بيجوا في برادي كارديا لانه they are losing اللي هو sympathetic activity of the heart. هذا الفكره من الهاي سباينال بلوك. هلا انت ممكن تعطي سباينال انستيزيا وينتشر اعلى ما انت بدك، عشان هيك حكينا انه we should predict ونعرف انه هو الايزوباريك والهايبوباريك والهايبرباريك تمام in relation to the CSF. هدول المرضى إذا كان عندنا inadvertently أو inadvertently high levels في spinal blockade may result in hypotension اللي هو due to the blocking dermatomes من T1 ل T4 اللي هم من preganglionic cardiac accelerator fibers تمام أو nerves, loss of chest proprioception or intercostal muscle function, diaphragmatic paralysis due to C3 C5 بلوكيد C3 to C5 اللي هو C3 4 5 اللي هو الفرينك نير. ممكن يصير عندهم أبنية اللي هو سيزيشن اوف بريثينج due to the decreased medullary perfusion secondary to hypotension. هلا التريتمنت mainly consist of ventilatory support and or intubation, IV fluid, chronotropic, anotropic. هذول المرضى بدك تعالجهم كيف؟ بدك تعالجهم airway, breathing, circulation. بدك تشتغل معاه in a systemic way in order to maintain his life تمام. فأنت بدك تبلش أول إشي airway, breathing, circulation، تتعامل مع المريض بالموجود عندك. هلا هذول المرضى كمان وانت بتغز في النيدل ممكن يصير في عندهم complication of spinal anesthesia، ممكن يصير في عندهم CNS infection mainly after spinal anesthesia تمام. هلا السي ان اس انفكشن بتعرفوا انتو في السباينال انستيزيا انتو بتدخلوا على السي اس اف تمام. السي اس اف ما هو كوميونيكيتنج اللي في البرين كوميونيكيتنج مع اللي في السباينال كورد تمام، وهم اندر بريشر
معين، يعني خلينا نحكي او واطي. هلا انت لما تاخذ عينة لازم تكون ستيرل، انت والعدة والمكان اللي حواليك وظهر المريض والنيدلز وكل اشي. يعني ليه؟ لانك انت ما بتقدر تساوم انه يصير في عندك التهاب في السي اس اف، بصير في عندك مننجايتس مشكلة بعدين. عشان هيك السي ان اس انفكشن ماي كونسيدرت ا كومبليكيشن من السباينال انستيزيا، although extremely rare بس we should mention it. ممكن تعمل لنا اللي هي المينجايتس، ممكن تعمل لنا ابيدورال ابسس او اراكنويدايتس اللي هو الانفلاميشن في الاراكنويد لاير اوف ذا مينينجيال لايرز. هلا البيرمننت نيرف انجري انك وانت داخل مثلا تعمل انجري لنيرف معين، هذا الحكي كثير رير. يورينال ريتنشن، هذول المرضى بصير في عندهم سباينال انستيزيا وبصير في عندهم يورينال ريتنشن، ويو كان ريليف ات باي شيء بنسميه انترميتنت كاثترايزيشن. يعني انترميتنت كاثترايزيشن هذا لما يكون المريض يعني كومبليتلي ما فيش عنده لوس اوف سنسيشن وفي عنده كومبليت يورينال ريتنشن فور مور ذان. بس احنا بنحكي مينلي انه احنا بنحط الفولز ان اند اوت، بنشوف البيشنت طول تاني مرة لحاله بنحكي احنا بعد عملية او لا. إذا بول تاني مرة بعد العملية لحاله فخلص، إذا ما بول فأنت بدك ترجع تحط له فولس كاتيتر كمان مرة. البوست دور البنشر هيديك، تمام، هذا الإشي كثير مهم، اللي هو عبارة عن مرضى. هدول المرضى شو بصير عندهم؟ بصير عندهم إيه، انتوا عارفين انه احنا في عندنا المننجيال لايرز اللي هم الدورة والاركنويد والسب اركنويد والبيا، تمام. هلا انت بتعرف انهم كوميونيكيتنج مع السي اس اف اللي في البرين، كلياتهم كوميونيكيتنج وان سايكلينج وزي ذي ار او ات سيركيليتس، يعني السي اس اف بيعمل سيركيليشن. هلا الفكره انه انت لما تيجي تفتح الدوره، الابيدورا الانستيزيا حكينا احنا ما بنفتح الدوره، فالسباين الانستيزيا بنفتح الدوره. هلا اذا انت بتفتح الدوره شو بصير عندك؟ بصير في عندك اللي هو ليك للسي اس اف، يعني بتصير في محل انه السي اس اف منه يطلع برا اللاير تاعته او السيركوليشن تاعته او الفيسل اللي هو فيه. الفيسل بمعنى وعاء وليس بلود فيسل، تمام. والتراكشن ان سبورتنج ستراكشر. هلا يوجوالي هذول المرضى كيف البرزنتيشن تاعهم؟ بيكون عندهم باي فرونتال واوكسيبيتال هيدك، تمام. وممكن يكون اسوأ اشي وهو المريض واقف او قاعد ومايل لقدام ولينينج فورورد او على السترينينج والكافينج. ليه؟ لانه بزيد البرشر في جسم الانسان فبزيد السي اس اف ليك من الدورا ماتر. هلا هذا الحكي كثير مهم وكثير شائع وممكن يصير مع، يعني مش كثير شائع بس انه ممكن يصير. احنا شفنا حالة زي هيك في قسم الجراحة واحنا بنتدرب لهذول المرضى، ولا الاباني بيجوا بسيفير هيدك. النقطة الثانية اللي لازم تعرفوها انه هذا الاشي ممكن يصير up to 3 days after the procedure. يعني مثلا المريض عمل عملية امبارح وروح نام وجاك بعد 3 ايام عنده هيدك. دائما الهيستوري تايب اوف انستيزيا، تساله كيف تخدرت يقول لك مثلا هات خلاص انت شخصت المريض وحليت له وضعه ومشيت له اموره. فدائما الهيستوري از فيري امبورتنت. على التريتمنت بلان، هذول المرضى بما انهم بيسوء عندهم الوجع mainly أثناء اللي هو السوفاين أثناء اللي هو الأبرايت بوزيشن أو الكافينج أو السنيزنج أو اللي هو leaning فورورد، هذول لازم kept in bed rest in a supine position وتعطيهم adequate hydration وتعطيهم NSAIDs اللي هم oral analgesics and